مع أولئك الفاسدين الذين يقومون وبكل بساطة وبكل سهولة بتسليم أرواح الشعب الفلسطيني وتسليم قضيتنا لحفنة من المستوطنين المتطرفين وتسليم القضية الفلسطينية بشكل كامل. نحن نتحدث عن بلدة سلوان، الجمعيات الاستيطانية تعمل ليلا نهارا من أجل الاستيلاء على هذه المنطقة، كونها تعتبر بعقيدتهم المدخل الهيكل المزعوم، المدخل الجنوبي للهيكل المزعوم، وهناك من يساعدهم على تسهيل السيطرة وترحيل الفلسطينيين. وهناك بعض الشخصيات المتورطة في الشخصيات التي حتى في موجودة على قوائم انتخابية في الوقت الحالي المتنافسة، والتي تحاول أيضا تجنيد منازل من أجل تسريبها للجمعيات الاستيطانية. ونحن نعلم أن المواطنين يعني يقومون بما يستطيعوا القيام به التوعية، ولولا وعي المواطنين في هذه المنطقة لكانت عملية التسريب أوسع من ذلك.